لو انت قلبك ضعيف وبتتقرف كده من الدم والمشاهد العنيفه فما انصحكش قوي ان انت تشوف الفيديو ده كله، لاننا هنتكلم عن اكتر الافلام في تاريخ السينما عنفا ودمويه، منها افلام اتمنعت من العرض من كتر الوحشيه اللي فيها، فيها افلام اصلا صعب تتفرج عليها من كتر ما هي عنيفه وهتخليك تتقرف من حياتك. بس قبل بقى ما نبدا القائمه المقرفه دي، لو انت مش مشترك في القناه فانزل تحت اشترك واعمل لايك للفيديو عشان احبك، ويلا بينا. رقم 6 في قائمتنا المقرفه وهو فيلم كانيبال هولوكوست. من كتر ما الفيلم ده كان مثير للجدل وقت ما نزل، الشرطة اجبرت مخرج الفيلم ان هو يثبت انه ما قتلش اي حيوانات في الفيلم ده، ان المشاهد في الفيلم ده كانت فعلا صادمة. ان بص ده مش فيلم غرضه الترفيه ابدا، الفيلم ده غرضه ان هو بص يعذبك نفسيا وانت بتتفرج. يعني انا ما قدرتش اشوفه لاخره الصراحة، والفيلم على فكرة لحد وقتنا ده لسه مثير للجدل بسبب محتوى المقرف اللي على فكرة ممكن يكون بيحصل دلوقتي فعلا، مع ان الفيلم ده من سنين. يعني الهولوكوست هم اكل لحوم البشر والحيوانات، فتخيل بقى كمية العنف والدموية الموجودة في الفيلم. حاجة اسمها العنف السينمائي الوهمي، يعني تخيل بقى الفيلم ده فيه كل انواع العنف، بتر الاعضاء وقطع الراس واكل لحوم البشر. يعني انا اتقرفت وانا بتخيل عنه، تخيل بقى لو انت اتفرجت عليه. رقم 5 هو فيلم الراجل زوجته اتقتلت بياس على الانتقام، ولكن مش مجرد انتقام عادي، لا بيستدعي قوة شيطانيه عشان تساعده. قصه الفيلم مثيره للاهتمام، ولكن الفيلم صعب يبقى مثير للاهتمام خالص، لان الفيلم فيه معارك من اكتر المعارك دمويه في تاريخ السينما كلها، لان ده مش مجرد بيقتلهم عادي، لا هو بيقطعهم كده، هو بيقتلهم كانك كده في مسلسل انمي اتاكون تايتن، بس عارف انت العمالقه هما بيقطعوا الناس. ده كان بيحصل في الفيلم، تقريبا من اكتر طرق القتل العنيفه كانت موجوده في الفيلم ده. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. كده ونخش على المركز الرابع. بس قبل ما نكمل، لو حسيت ان انت بدأت تتقرف من الفيديو، فتخيل انا بقى اللي رجعت اتفرج على مشاهد من الافلام دي عشان اعرف اتكلم عليها. ممكن تنزل تعمل لايك للفيديو كده وتشترك في القناه، يعني خليني احبك، انا كيكه بحبك بس احبك اكتر صدقني. رقم 4 ويا افلام بيج، هي سلسله افلام في الثمانينات. بص بحر دم كده موجود، من اكتر الافلام حرفيا في التاريخ اللي فيها دم بسبب بلا سبب، هيحط لك دم في كل مشهد وخلاص. متخيل اصلا ان اغلب الفيلم هو مختل عقليا بيعذب شخص تاني وبيستخدم ادوات عشان يقطع الشخص ده حرفيا كده؟ ايه القرف ده؟ الفيلم ده اصلا سمعته سيئه جدا لدرجه ان في ناس وصفوه ان هو عار في تاريخ السينما، لان ببساطه الفيلم وحش ما يتشافش، وفوق كل ده هو فيلم مقرف. رقم 3 هو فيلم امريكان بيج، وده يعتبر اصلا مقتبس من الفيلم اللي فات. يعني تخيل بقى ان في فيلم اوحش من اللي احنا قلناه ده. ايه انا مش عارف اصلا ازاي كان في افلام بالبشاعه والعنف ده بتتعرض عادي كده وقتها. برضه عايز افهم كان ايه هدف الافلام دي من انها تتعرض. الفيلم متصور بالتصوير البطيء عشان يبين لك عمليات البتر والقطع والاكل اللي بتحصل في البشر، بيعمل لك زوم على العين بقى وهي بيحصل فيها قطع، بيعمل لك زوم على كل اعضاء الجسم. لو انا بقول لك كده انا مش متخيل اصلا ان انا ممكن اتفرج على فيلم بالبشاعه دي. رقم 2 في القائمه هو فيلم معروف شويه، هو فيلم ايفل ديد. واخيرا فيلم نقدر نقول عليه ان هو حلو ويتشاف، مع انه في بحر دم، خصوصا فيلم 2013. قصه الفيلم الناس بيخرجوا كائن شيطاني للحياه اللي هم عايشينها، ولكن الكائن ده بيمسهم وبيبداوا يقتلوا في بعض. الفيلم حاول الصراحه ان هو يركز يعني على جوانب تانية من الفيلم غير العنف، ولكنه برضه العنف كان موجود بزياده، وما كانش ينفع الصراحه اخرجه بره القايمه دي، بس يعني ممكن تروح تتفرج عليه. والمركز الاول هو متصدر القايمه لاكثر الافلام عنفا ودمويه في التاريخ. انا مش عارف انا فرحان ليه اصلا وانا بقولها، يعني دي قايمه مقرفه حتى. بس الحاجه الحلوه ان مخرج الفيلم ده هو مخرج افلام التحفه لورد اوف ذا رينجز، ودي كانت حاجه مبشره. مجموعه من الاشخاص بيعملوا كل اللي يقدروا عليهم عشان يمنعوا انتشار الزومبيز، واللي بدا في الانتشار لما قرد عض والده واحد من الموجودين في الفيلم. من كتر سخافه المواقف اللي كانت بتحصل في الفيلم ده، ان في جمله شهيره كده الفيلم ده كان معروف بيها، والدتك اكلت الكلب بتاعي. ولكن الفيلم ده في نهايته قلب معجنه قتل زومبيز، تعتبر من اكتر المشاهد قتلا للزومبيز في التاريخ. بس الصراحه الفيلم كان مثير للاهتمام، ما اقدرش اقول لكم ان القائمه دي كانت بترتيب، لان كل الافلام اعنف من بعض. فلو وصلت في الفيديو لحد هنا هنيك، واحب اقول لك شكرا على انك اتفرجت على القرف ده. بس انا كان عندي فضول الصراحه اعرف ايه الافلام اللي كان فعلا فيها مشاهد بالعنف ده، فعايزك تقول لي رايك تحت في الكومنتات، هل تفضل ان الفيلم فعلا يكون فيه مشاهد عنف الدرجات دي ولا لا؟ مستني رايكم. بس قبل ما تقولي في كومنت، انزل اعمل لايك للفيديو لو لسه
مش عامل، لان ده فعلا بيفرق جدا. واشترك في القناه لو لسه مش مشترك. لو عايز تسالني او تكلمني في اي حاجه فهسيب لك لينك الانستجرام بتاعي في الديسكربشن. بس انا علي اسماعيل او موفي هاسلر، ودي كانت قايمه باكتر الافلام عنفا ودمويه في التاريخ. المفروض ما اضحكش خالص في الفيديو ده، مش عارف بضحك ليه.